السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم حبايبي الحلوين. اليوم بنتكلم عن مدينة مميزة، مدينة امتازت بالضوضاء وإزعاج البواري والحياة اللامنتهية سواء ليلا أو نهارا، ألا وهي القاهرة في جمهورية مصر العربية. طبعا القاهرة زي ما أنتم عارفين وزي ما أنتم شايفين في الأفلام المصرية دائما البواري تي 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 يعني شغالة على قفا مين يشيل، وأصبحت سمة. إذا شفت لك فيلم مصري أو شفت لك أو رحت القاهرة ما سمعت الإزعاج هذا تشعر وكأنك لست في القاهرة. القاهرة من أجمل وأعرق المدن السياحية اللي ممكن تزورها في حياتك، لذلك نسلط الضوء على القاهرة أبرز المعالم فيها. أتمنى التوفيق للجميع دائما وأبدا. أبرز المعالم السياحية في القاهرة اللي هو المتحف المصري، المتحف المصري العريق الذي يتكلم عن الحضارة المصرية كاملة منذ البداية حتى ما وصلت إليه الآن. برج القاهرة تاريخي، برج ومعلم سياحي شاهق يقع في وسط القاهرة. دار الأوبرا المصرية من أبرز الأماكن موجودة. أيضا يوجد اللهم صل على محمد القرية الفرعونية التي أيضا تحكي الواقع المصري منذ العصور القديمة. نضيف لها الخان الخليلي الحسين، قهوة الفيشاوي المميزة، إضافة إلى رحلة القناطر الخيرية. القاهرة تعتبر من أجمل المدن اللي ممكن تزورها في حياتك على مر العصور، لتنوع المعالم السياحية، تنوع الأسواق، تنوع الأكلات الشعبية، تنوع المطاعم، تنوع الناس أشكال وألوان، تنوع الفكاهة. أيضا شعب فكاهي لأبعد درجة، شعب إذا عرفت تتعامل معه فستجد ضالتك أينما ذهبت. القاهرة حقيقة مهما تكلمنا عنها لن نعطيها حقها، ولكن لابد من زيارة للقاهرة كي ترى ما في القاهرة وما هو الجميل فيها وطبع ناسها وعاداتهم وتقاليدهم. ولا ننسى أن نزور الأرياف المصرية في ضواحي القاهرة كي نرى الناس على طبيعتها ونرى حياتهم الشعبية.